إن المخلوقات الصغيرة جدا، خذ مثلا النملة، تراها موجودة وتذهب وتأتي وتتجول، وأنت لا ترى لها سمعا ولا بصرا. ويحكي الشيخ رحمه الله عما هو معلوم في وقتهم، إذا نظرت إليها ببصرك المجرد لا ترى لها سمعا ولا بصرا، ومع ذلك هي تعرف كيف تذهب وكيف تأتي، وأنت لا ترى لها آلة السمع والبصر. وأشد من ذلك أن لها عقلا تحتال به في شأن معاشها، وتعرف كيف تأخذ طعامها وكيف تذهب به وكيف تضعه وكيف تدخره. وهذا شيء عجيب، أنت لا ترى عقلها ولا ترى مخها ولا ترى قلبها ولا ترى كيف هي تفكر هذا التفكير وتعقل هذا العقل. فإذا كنت عاجزا عن إدراك كيفية هذا المخلوق الصغير الذي تراه بعينك، ومع ذلك أنت عاجز عن إدراك تفاصيل كيفية صفاته، فعجزك عن إدراك كيفية صفة الله الذي ليس كمثله شيء جل ربنا وعز من باب أولى. وأنا قلت لكم سابقا، كل العلماء في هذا العصر، لا أتكلم عن كلام لعالم كان موجودا قبل أكثر من 1200 سنة، اليوم في عصر التقنية والنهضة العلمية التجريبية، كل العلماء عاجزون عن إدراك كل شيء عن ذبابة واحدة. كل العلماء، علماء الأحياء والفيزياء والكيمياء ومن سواهم، عاجزون عن إدراك كل شيء يتعلق بذبابة واحدة، فكيف بما هو أكبر من ذلك وأعظم؟ فكيف يتطاول الإنسان بعد هذا ويتشوف إلى أن يريد أن يعرف كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، كما تفعل المكيفة الممثلة؟ وكذلك كيف يجرؤ المعطل على أن يتحكم بعقله في صفات الله عز وجل، يقول هذه الصفة تليق بالله وهذه الصفة لا تليق بالله، من أنت؟ وكيف تجرؤ هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى فتقول عليه بغير علم؟